أنا جاي أحكي بمجمل بعموم أنه الوضع الإداري اليوم بالعراق يعني راد له قوة. الأمن اليوم بالنجف من أتكلم بيش تتميز اليوم المحافظة؟ تميزت بكثير من المزايا، أهمها أنه استقرار واستتباب الوضع الأمني بالمحافظة. اليوم كل إحنا جاي نشتغل شلون نحصل أصوات انتخابية، مرات حتى نخرق القانون. اليوم النجف بإمكانك وتسأل، أكيد أنت مطلع، هي الأفضل، هي من المحافظات المتطورة جدا. مطار النجف للأسف هو انبنى من أموال أبناء النجف.